منتجات لو انت مبتدئ ما تحاولش تتجه ليها. ايه هي المنتجات دي؟ المنتجات دي كالاتي، بص افهمك. انت دلوقتي واحد نازل التمرين لسه مبتدئ، فانت اهم حاجه عندك ايه؟ تغذيه، تدريب والراحه. طيب ايه بقى اللي انا ممكن اخده يساعدني في بناء العضلات؟ البروتين، المكملات اللي فيها فايده، بروتين، حمض الامينيه. لكن ما تروحش مثلا تستخدم منتج باور عشان تشيل وزن تقيل. بص انا دايما بقول الكلمه دي للناس كلها، الوزن جاي جاي، طول ما انت بتتمرن وملتزم باكل وملتزم براحتك وملتزم ببرنامج تمرين، كل ده طبعا يكون مناسب ليك. كل ما انت ملتزم بالحاجات دي هتلاقي نفسك بتتطور، وزنك بيعلى واحده واحده. انت مش في احتياج لمنتج الطاقه، فسيبك من منتج الطاقه ده خالص. ولو هتدفع فلوس ادفع فلوسك في مكمل بروتين او حموضه امينيه، لكن بلاش 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 منتجات الطاقه. الوزن التقيل مش هو اللي هيبني لك عضلات لوحده. ما هو انت فرحت شلت وزن تقيل بس ما قدرتش تكفي العضله دي تغذيه، فانت محتاج تغذيه. يبقى ركز في التغذيه عشان توصل نتيجه، لكن ما تروحش تدفع فلوسك وتهدر فلوسك في مكمل طاقه ملهاش لازمه. ركز في الاكل والتمرين والراحه، هتوصل نتائج قويه وربنا يوفق الجميع. رمضان كريم. سلام، متنساش الفولو عشان بزعل.